أستاذ جودة، رحب بحضرتك مرة تانية. الكاتب الصحفي من باريس أستاذ جودة أبو النور، أهلا بيك مرة تانية. وعايزين نتكلم على منتخبنا الأولمبي النهاردة في مباراة لا تقل أهمية عن المباريات الماضية، سواء بقى مع فرنسا، مع أسبانيا، مع باراغواي. كل الفرق دي كانت قوية، وكان المكسب معاها يعني صعب. النهاردة مباراة أيضا قوية جدا، المغرب فريق مش سهل. إحنا الاتنين سواء المغرب أو فريقنا المصري حريصين على أن الميدالية تكون من نصيبنا. بالتأكيد أستاذ علا مباراة صعبة، معذرة بس الخط قطع. لا ولا يهمك، يعني حضرتك برضو في باريس وإحنا هنا، وأنتوا عندكم الشبكات بتقطع والحاجات بتقطع، فمعلش يعني. معلش عذرينكم. بالتأكيد مباراة صعبة، بيزيد من صعوبتها إن إحنا والمغرب الفريقين دول التقوا في نهاية بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، وفازت المغرب 2-1، وفات المباراة في المغرب وإحنا اللي تقدمنا عن طريق ابراهيم عادل، لكن هم تعادلوا ثم حققوا الفوز. المباراه صعبه لان احنا يعني مدرستين قريبين قوي في الكوره، المغرب ومصر. المباراه صعبه لان كل واحد احنا عايزين ميداليه برونزيه، المغرب عايزه ده. المغرب يعني هتنظم كاس العالم 2030، فهي عايشه على الرياضه حتى هذا الموعد. بالتاكيد المباراه صعبه جدا، لكن منتخب مصر انا شايف ان هو خاض اختبارات صعبه امام اسبانيا، امام باراغواي، امام اوزباكستان، امام الدومينيكان، امام فرنسا، بغض النظر عن النتيجه. لكن تمام. صعب قوي ان منتخب مصر يعني مش بالسهل ان هو يتقدم على فرنسا بهذه الاجواء ويحافظ على التقدم يعني حتى الدقيقه 80 ويلعب اكسترا تايم. فكل في مكاسب كتير كتير كتير. صحيح، الموضوع كان اداء مش مجرد حتى كمان ان هو فضل يجري في الوقت بس. ولكن استاذ جوده، حضرتك شايف يعني المقاومات او المزايا اللي بتميز كل منتخب من المنتخب المصري والمنتخب المغربي ممكن تكون هي ترجح الكفه النهارده لفريق عن التاني اللي نتمناه مصريه؟ بالتاكيد بالتاكيد مصر فيها اوراق رابحه اللي هو اللعب الجماعي، وايضا تألق بعض اللاعبين زي زيزو، زي مني، زي حمزه علاء حارس المرمى، زي ابراهيم عادل، زي محمد شحاته. يعني منتخب مصر على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي قوي، ولما بيركز بيسيطر، وده يعني نتائجه في المباريات اكدت ده ان هو يعني المستوى الفردي تصاعد واستطاع ان هو يتجاوز المنافسين اقوياء. النهارده هو فاز على اسبانيا اللي هي طرف النهائي، احرج فرنسا احراج كبير جدا، يعني كانت خلاص يعني 8 دقائق 9 دقائق والمباراه تنتهي ومصر في النهائي. على الجانب الاخر المغرب نفس الموضوع، يعني اشرف حكيمي مع مجموعه اللاعبين الموجودين مع الجاليه المغربيه الكبيره في فرنسا، هي هذه اوراق الرابحه في منتخب المغرب. لكن هم برضو بصراحه كل الفرق بتقدر منتخب مصر وبتحسب له حساب، وانا زي ما قلت لحضرتك انا اتكلمت مع تريهنري وقال لي فعلا ده منتخب منظم ليه مستقبل وسمى اسماء. يعني طيب بما اننا بنتكلم على انه منتخب منظم وليه مستقبل بشهاده يعني مديرين فنيين للفرق المنافسه، حضرتك بتشوف ايه الاسامي اللي هتلمع اكتر ويمكن يجي لها عقود احتراف بعد اولمبياد باريس؟ الحقيقه كلهم اللي لعبوا كانوا على نفس على المستوى. لا هو الصوت مش واضح عندنا يا استاذ جوده برضو، يعني من يوم الافتتاح وهم عندهم مشكله في الكهرباء، من يوم الافتتاح الكهرباء والقطارات والمطارات، وامبارح قال لك في الوجبات بتاعت اللعيبه ديدان، والموضوع يعني الموضوع متواصل، بس هم مكملين هم مكملين يعني عارف اللي هو ايه، عكوسات بس احنا ماشيين في طريقنا يعني، وده برضو شيء مهم يعني. ويمكن كمان الناس عندها
حافز لدعم هذا المحفل الرياضي، اتكلم على الجمهور الفرنسي يعني انهم يدعموا بلدهم لاخر مدى حتى لو في اخفاقات واضحه وباينه وكل يعني اللعيبه وكل الناس بيتكلموا عنها من اول يوم.